بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والعشرون. في اليوم 24 ساعة. في حرف جر اليوم اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق في كائن تقدير، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. 4 مبتدأ مؤخر، وحرف عطف 20 معطوف على 4. ساعة تمييز. في الشهر 4 أسابيع. في الشهر جار ومجرور متعلق في كائن تقدير، وشبه جملة في محل رفع خبر مقدم. 4 مبتدأ مؤخر، وهو مضاف أصابع مضاف إليه. في الأسبوع 7 أيام: الجمعة، السبت، الأحد، الاثنان، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس. في الأسبوع جار ومجرور متعلق في كائن تقدير، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. 7 مبتدأ مؤخر، وهو مضاف أيام مضاف إليه: الجمعة، السبت، الأحد، الاثنان، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، كلها بدل من 7 أيام. ذلك البيت يساوي 1000 روبلا. ذلك اسم إشارة للبعيد في محل رفع مبتدأ. البيت نعت لذلك. يساوي فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو يعود على المبتدأ 1000 تمييز مضاف روبل مضاف إليه. اشتغلت الليلة 5 ساعات. اشتغلت فعل ماض والتاء فاعل. الليلة ظرف زمان بالفعل اشتغلت. 5 ظرف زمان بالفعل اشتغلت، وهو مضاف ساعات مضاف إليه. في النهار نشتغل، وفي الليل ننام. في النهار جار ومجرور متعلق بالفعل نشتغل. نشتغل فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن، وحرف عطف. في الليل جار ومجرور متعلق بالفعل ننام. ننام فعل وفاعل. في السنة 4 فصول: فصل الربيع، فصل الصيف، فصل الخريف، فصل الشتاء. في السنة جار ومجرور متعلق في كائن تقدير، وشبه جملة في محل رفع خبر مقدم. 4 مبتدأ مؤخر، وهو مضاف فصول مضاف إليه: فصل الربيع، فصل الصيف، فصل الخريف، فصل الشتاء، كلها بدل من 4 فصول. خرجت إلى السوق، فدخلت مكتبة، فاشتريت 11 قلما، و100 كراسة، و1000 ريشة. خرجت فعل وفاعل. إلى السوق جار ومجرور متعلق بالفعل خرجت، فحرف عطف. دخلت فعل وفاعل. مكتبة ظرف مكان على أنه مفعول فيه، فحرف عطف. اشتريت فعل وفاعل معطوف على دخلت. 11 عدد مركب مبني على الفتح الجزئين في محل نصب مفعول به. 11 عدد قلما معدود تمييز، وحرف عطف. 100 كراسة معطوف على 11 قلما، وحرف عطف. 1000 ريشة معطوف على 100 كراسة. كم يساوي قلمك؟ 5 مليمات. كم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، تمييزه محذوف. التقدير كم مليمات يساوي قلمك. يساوي فعل مضارع خبر. قلم فاعل يساوي، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. 5 تمييز بفعل محذوف. التقدير يساوي 5 مليمات. 5 مضاف، مليمات مضاف إليه. اشتريت هذا الكتاب ب24 مليما. اشتريت فعل وفاعل. هذا اسم إشارة مفعول به. الكتاب نعت لهذا.
بأربع جار ومجرور متعلق بالفعل اشتريت وحرف عطف عشرين معطوف على أربعين وهو عدد مليما معدود تمييز في الشتاء نتعلم في المدرسة وفي الصيف نستريح في الشتاء جار ومجرور متعلق بالفعل نتعلم نتعلم فعل وفاعل في المدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل نتعلم وحرف عطف في الصيف نستريح معطوف على في الشتاء نتعلم في المدرسة في هذا الأسبوع نذهب إلى الغابة في هذا جار ومجرور متعلق بالفعل نذهب الأسبوع نعت لهذا نذهب فعل وفاعل إلى الغابة جار ومجرور متعلق بالفعل نذهب في السنة 12 شهرا المحرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأولى جماد الآخرة رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة في السنة جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم 12 مبتدأ مؤخر مرفوع بالألف في جزئه الأول مبني على الفتح في جزئه الثاني 12 عدد شهر معدود تمييز المحرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأولى جماد الآخرة رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة كلها بدل من 12 والله أعلم بالصواب.